لا، هذا أمر عجيب وأمر غريب. يعني في الأسبوع الماضي هذا طائرات حفتر، الطائرات هي أجنبية إماراتية وغير إماراتية، يعني تجول وتصول ليل نهار، ما تترك مكان إلا تريده إلا وتقصف، وتركز قصف في قصفها على الأحياء وعلى الأماكن المدنية وبخاصة المطارات. مطار هذا ميتيقا يمكن في اليوم يضربوا فيه 4 5 مرات، ضربوا في مصراتة، ضربوا بيوت وأحياء سكنية، يعني فهذا هو ربما غيظ ورد فعل على الهزائم التي وقعت لهم مؤخرا، وقتل قاداتهم وزمرتهم وزمرتهم وعصاباتهم. لكن الذي أريد أن أقوله إن المسؤولين في الحكومة، حكومة الوفاق وإلا في برلمان طرابلس وإلا في مجلس الدولة، أقول لهم كفانا بيانات، يعني بيان في الصبح وبيان في العشية، تشير معي ما قيمة هذا؟ هل يعبأ بكم بهذه الصورة؟ هو يضرب ويقتل ويهدد ويمنعنا من السفر ويفعل ما يريد، ونحن يعني كل ما يفعل حاجة يطلع مجلس الدولة بيان استنكار، مجلس البرلمان استنكار، مجلس الرئاسة استنكار. هذا عمل العاجز، هذا عمل الذي لا يستطيع أن يفعل شيء ويجرئ عدوه عليه. الحكومة الآن في هذا الأسبوع أعطاها مجلس الأمن الضوء الأخضر، كان ينبغي عليها أن تستغل هذه الفرصة أحسن استغلال. صدر بيان بأن هذه الدول هي متنفذة، أنها لا تعترف بأي جسم في ليبيا إلا بحكومة الوفاق. معنى هذا من يفعله حفتر وما محاولاته، سواء كان في استغلال وسرقة الأموال ولا تأسيس الشركات الوهمية وإلا في عدوانه وإلا في طلبه السلطة، هذا كله المجتمع الدولي قال أنا لا أعترف به ولا أعترف إلا بحكومة الوفاق. كان عليهم أن يستفيدوا من هذا القرار استفادة كبيرة، ويصدروا قرارات عملية، ليست قرارات إنشائية بيانية كلام استنكار. هذا شبع الناس منه، لا فائدة منه ولا قيمة له، جربناه الآن نجربه 5 سنوات.